رسميا الاهلي بيرد اعتباره وبيضرب سان داونز من دوري ابطال افريقيا وبيصعد لنصف نهائي دوري الابطال عشان ينتظر الصاعد من الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي. مباراه كبيره جدا من الاهلي سواء في القاهره او في جنوب افريقيا وبالاخص في جنوب افريقيا. هنتكلم بكل حاجه بالتفصيل في حلقه النهارده. قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. الاهلي النهارده بدا بتشكيله غير المعتاده، بدا النهارده قريب نوعا ما شويه ل 4 3 3، بيلعب محمد الشناوي قدام يوسف ابراهيم، رامي ربيعه على الشمال، بيلعب معلول على اليمين احمد فتحي، بيلعب بثلاثي نص الملعب محمود متولي واليو ديانج وعمرو السوليه وقدامهم جيرالدو اجاييه واليو باجي. التشكيله دي ادت الاهلي انه بادئ المباراه مش مستعجل، اللعيبه داخله المباراه فايلر مش حاطط في زونهم مباراه الخمسه، اللعيبه داخله مرتاحه تماما، اللعيبه داخله هاديه، اللعيبه داخله بتحاول تمتص حماس سان داونز، بتحاول تمتص الروح اللي عندهم اللي هم داخلين مندفعين عايزين يجيبوا جول. ودون بان لعيبه الاهلي هاديه، مش متوتره، مش متسرعه، مش بتخش دخلات عنيفه، مفيش توتر، اللعيبه هاديه، اللعيبه بتلعب لعبها بسيط، اللعيبه بترجع تدافع، تلعب على المرتدات، اللعيبه هاديه تماما. ده كان مساعد الاهلي انه يبان بالشكل اللي بان بيه في الشوط الاول، انه الشوط الاول الاهلي كان شغال كويس جدا، بيطلع بالكوره كويس جدا، مفيش ضغط على اللعيبه، اللعيبه هاديه. بس في كذا نقطه الاهلي كان لازم يشتغل عليها وفادر لازم يشتغل عليها في الايام اللي جايه. هي النقطه الاولى وهي البين الدفاع، رامي ربيعه وياسر ابراهيم الكره بتتلعب في ظهرهم بكل سهوله. هي سان داونز كانت بتلعب غير على لعبه واحده طول المباراه، اللي هم يلعبوا الكره الطويله في ظهر المدافعين، سواء بقى في ظهر ياسر ابراهيم او ظهر رامي ربيعه او ظهر علي معلول او ظهر احمد فتحي. الرباعي بتوع الاهلي في خط الدفاع كانت الكره بتلعب في ظهرهم بكل سهوله، ده كان بيخلي الاهلي شكله غريب، الاهلي كان شكله غريب والكره بتوصل في ظهر المدافعين بسهوله شديده جدا. لكن الحاجه اللي كنت الاهلي بتساعده شويه اما الثلاثي بتاع نص الملعب اللي هم كانوا بيرجعوا نوعا ما داهم مساحات هم يساعدوا قلبين الدفاع شويه، وكمان الوينجات جيرالدو وجايه كان بيعملوا الدور الدفاع على اكمل وجه بصراحه. جيرالدو كان بيرجع يدافع مع احمد فتحي كويس جدا، وجايه بيرجع يدافع مع علي معلول كويس جدا، وفادر كان حاطط يعني دماغه كلها وبفكر ان هو يقفل ازاي، انا هقفل على سان داونز ازاي، انا مش عايز اهاجم، مش عايز اجيب جول، بس عايز اقفل على سان داونز. وده ادى للدقيقه 20 او الدقيقه 21 فاول، علي معلول بيرفع الكوره، لاعب سان داونز بيشيل الكوره جوه الجول والجول الاول للاهلي. بعد الجول ده خلاص هو الماتش بنسبه كبيره اتقتل، الاهلي هدي تماما، بقى في برود اعصاب، اللعيبه ولا متوتره ولا متعصبه ولا مستعجله ولا اي حاجه، التوتر والاستعجال والعصبيه وكل حاجه انتقلت عند سان داونز. سان داونز بعد ما كان مطالب ان هو يجيب جولين، سان داونز مطالب ان هو يجيب ثلاث اجوان في شخصيه الاهلي المتغيره عن الموسم اللي فات تماما. الموسم اللي فات الاهلي كان داخل المباراه بتشكيل غريب، بعناصر غريبه، بتكتيك غريب، توهان للعيبه، كل حاجه كانت غلط وغلط. لكن النهارده فايلر داخل شخصيه جديده، اداء جديد، لعيبه رجاله، لعيبه فايقه، لعيبه عارفه ان النهارده حقيقه موت، النهارده لازم نطلع سان داونز عشان نرد اعتبارنا. وده اللي خلى الاهلي شكله كويس، خلى الاهلي شكله يلا رجاله، يلا نصعد، يلا نعمل مباراه كويسه ضد سان داونز. سان داونز كانت بتلعب غير لعبه واحده، الضغط بتاع الاهلي اللي كان بيشكله على لعيبه سان داونز مش بيخليها تلعب على الارض كتير، بقى بتلعب تشعلق 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 في دور المدافعين. وللاسف بعد الجول الاول بتاع الاهلي بعديها على طول باربع دقائق او خمس دقائق سان داونز قدر يتعادل في اللقاء بنفس الكوره اللي بيلعب بيها من طول المباراه، اللي هي الكوره علقها في ظهر المدافعين، بتنزل لاعب بيشوط، محمد الشناوي بيشيل الكوره، تترد تاني للاعب اللي جنبه بيخش الجول الاول لسان داونز. بعد الجول الاول لسان داونز انا ما قلقتش، انا كمصطفى قعدت ما قلقتش ان الاهلي شكله كويس، الاهلي مش متوتر، ده كانت اهم حاجه، ان لعيبه الاهلي ما تخشش متوتره، لعيبه الاهلي ما تخشش في دماغها مباراه الخمسه، لعيبه الاهلي تخش هاديه، الهدوء بتاع لعيبه الاهلي ده اللي خلى شكله كويس. بس ده اللي خلى الاهلي شكله كويس وخلاه يخرج بره، خلى سان داونز يخرج بره اللقاء. موسيماني بره كان قاعد متوتر جدا، متسرع جدا، ده حاجة مخليها الأهلي شكل كويس النهارده. بعد المباراة الشوط الأول انتهى 1-1، الشوط الثاني الأهلي دخل خلاص بقى أنا داخل عايز أدافع، عايز ألعب، أنا اللي أتحكم في ريتم المباراة، أنا اللي أسرعه، أنا اللي هديه، أنا اللي ألعب على ريتم المباراة، أنا اللي أهدي المباراة، أنا اللي أسرعها، أنا اللي أعمل كل حاجة في المباراة. وده اللي فادر عمله، وفادر كمان تغييراته
معلم فايدر معلم في تغييراته، جه في الدقيقه 66 قام ساحب من نص الملعب محمد متولي وراح رامي محمد هاني علشان يقفل ناحيه اليمين مع احمد فتحي ضبه ومفتاح. بعد ما لقى ناحيه اليمين خلاص اطمن ليه اتقفلت خلاص بقى نقفل ناحيه الشمال، راح خرج ساحب اليو بادجي وراح منزل ايمن اشرف، ايمن اشرف بقى قدامه علي معلول، محمد هاني بقى قدامه احمد فتحي، احمد فتحي قدام محمد هاني، ودخل اجايه كمهاجم وخلى علي معلول بيبقى على الخط هو وحسين الشحات ناحيه اليمين، حسين الشحات نزل كمان بدل جيرالدو. فالثلاث تغييرات بتوع الاهلي لا معلم، فايدر معلم تغييراته معلم، اللي هو انا هقفل المساحات بتاعتي واقفل ورا، وبرده في الناحيه الهجوميه انا عندي شكل اللي هو عنده حسين الشحات عنده اجايه عنده علي معلول، الثلاثي ممكن يعمل شكل هجومي كويس، رجع تشكيل 4 2 3 او رجعها نوعا ما ل 4 3 3 او شكل جديد بقى 4 4 2 شكل غريب، يعني انت بتلعب بباك قصاد باك وباك قصاد باك، فتحي قدام هاني والناحيه الثانيه علي معلول قصاد ايمن اشرف، ايمن اشرف لما نزل ظبط الدنيا قوي، ظبط الدنيا في حته الدفاع وقفل الاطراف، محمد هاني وايمن اشرف لما نزلوا قفلوا الاطراف ما خلوش فيه خطوره عن الاهلي. وكمان الحاجه المميزه النهارده محمد الشناوي، محمد الشناوي تقيل قوي، محمد الشناوي كان طالع في لقاء من فتره قال لك انا نفسي لاعب صن داونز، نفسي لاعب صن داونز دوري الابطال، ولو قابلنا صن داونز هنطلعه من البطوله، واوفى واوعد، وعد واوفى محمد الشناوي، ولعب مرات العمر النهارده، شال كوره في الدقيقه 4 عالميه، بعد كده شال كوره ثانيه، كل كوره كانت بتيجي عليه محمد الشناوي بيستثقل عليها بصراحه. فالنهارده كان شابوه لمحمد الشناوي، قدم مباراه كبيره قوي ضد صن داونز، وقدم مباراه ما لهاش حل، والاهلي ككل قدم مباراه كبيره وصعد لدور النصف النهائي، ومستني بقى نشوف الوداد او النجم الى العوده، لان المباراه كانت كبيره جدا. فايلر فايلر شخصيته تقيل قوي، مخلي الاهلي تقيل، مخلي شخصيه الاهلي تقيله، مباراه بصراحه كويسه جدا من الاهلي، مبروك مبروك لكل جماهير الاهلي على الصعود للسيمي فاينل عقبال الفاينل ان شاء الله، ونشوف بقى نهائي مصري ومصري الاهلي والزمالك، مباراة ان شاء الله كويسة، بس مبروك الاهلي الصعود، مباراة كانت كويسة النهاردة. وفي الاخر ده كان رأي شخص واحد في مباراة الاهلي وصن داونز، قول رأيك انت في الكومنتس، قول لي توقعك هل الاهلي قادر على الصعود للنهائي ولا تبقى اخر قصته اخر محطته السيمي فاينل، قول لي توقعك في الكومنتس. ولو الحلقة عجبتك متنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب قناة واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، طبعا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، وعمل شير على فيسبوك اليوتيوب بتاع تويتر، وكمل مع مصطفى في الحلقة الجاية، سلام.